القيمة لا تنتظر عدد السنين، مقولة يمكن أن تنطبق جيدا على الزيتونة تكافل، والتي تعد أول شركة مختصة في التأمين التكافلي في تونس. رهان توج بالنجاح في أقل من سنة، تلاه اليوم تدشين للمقر الاجتماعي الجديد لمؤسسة الزيتونة تكافل. إن الزيتونة تكافل كان لها الشرف بأن تكون أول شركة مختصة في التأمين التكافلي في تونس. وقد وضع مسؤولو شركة التأمين لأنفسهم رهانا يتمثل في جعلها وبسرعة رائدة في السوق التونسية. تسعى شركتنا للاستجابة إلى الطلبات المتزايدة للحرفاء الذين يحبذون اعتماد آليات المالية الإسلامية، والتي لا تتعارض في جوهرها مع المالية التقليدية بقدر ما هي مكملة لها. تطمح شركة الزيتونة تكافل منذ نشأتها أن تصبح مرجعاً في مجال التأمين الإسلامي على المستوى الوطني والإقليمي، وتنشط وفق نظام تكافلي يتماشى ومبادئ الشريعة الإسلامية. التأمين التكافلي هو طريق جديد، طريق مبتكر لإيجاد الادخار الوطني بمفهوم تعاوني تكافلي مطابق، أو نقول احنا يراعي فيه مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وبذلك تكون عنا حاشين نخدم للدنيا ونخدم للآخرة. إلى جانب طريقة التسيير المتبعة من قبلها وبفضل خبرة إطاراتها الشابة، يبقى هدف وطموح الزيتونة تكافل تحقيق نمو سريع ومتوازن لإرساء علاقة ثقة مع شركائها. هو الوضع الاقتصادي بطبيعة الحال يعني حتى حد ما ينكره يأثر على مخطط الأعمال أي شركة، وخاصة الشركات المبتدئة. حاولنا ناخذ هذا بعين الاعتبار في مراجعتنا لمخطط الأعمال 2013 ومخطط الأعمال الخماسي اللي يلزم نحضره المجلس الإدارة يعني لسنة 2014 والخمس سنوات التي تليها. يتميز التأمين التكافلي ببعضه الاجتماعي العميق، وهو ما يجعل منه وسيلة يمكن استغلالها للتحفيز على الادخار طويل المدى.